ظلمنا ضربتين جزاء مع الوسمي اليوم ظلمنا. انا ما بحب احكي على الحكام يعني ولا بحب، انا بطلع بسلم على الحكم بعد المباراه لو شو ما صاير، بس مثل ما الكل شاف يعني في ظلم بصراحه بضربه الجزاء يعني. ضرب الجزاء بنوب نوب بكتفه، المفروض يرجع لحكم الرابع، حكم الرابع قال ما في جزاء، ويرجع على التلفزيون ما في جزاء، كان حل كل مشكله، يعني ظلمنا ضربتين جزاء مع الوسمي اليوم ظلمنا، ما بصير هذا يعني. الفريق عم يتعب جهد ساعه ونص، جمهور عم يحضر، عرفت شلون، هو الصح والباقي كله غلط، هذا ما حكي، هذا حرام الظلم، شو هذا ثاني مره فرد اسبوع، وبعدين قرم نزع لعبه الوسمي وتشرين، والحرام ورجع حكم ورجعوا بحمص، شو هالحكي هذا، معقول يعني؟ اكيد نحن يعني مباراة فريق جبلة دارسين فريق جبلة بشكل كثير كبير، وحسننا نوقف مكان من الخطورة، ودائما نحن مسيطرين بوسط الملعب وعم نخلق عدة أربع خمس فرص سانحة للتسجيل، بس للأسف عندي اللمسة الأخيرة عم تكون يعني فيها مشكلة يعني المباراة الثالثة على التوالي تقريبا أو الثانية على التوالي ما عم نحسن نسجل، هي معضلة بدنا نلاقي لها حل هلا إن شاء الله بين الذهاب والإياب، كنا بشكل أفضل من جبلة. حالة ركلة الجزاء يعني نحن انا ما بحب احكي على الحكام يعني ولا بحب، انا بطلع بسلم على الحكم بعد المباراه لو شو ما صاير، بس مثل ما الكل شاف يعني في ظلم بصراحه بضربه الجزاء يعني والحكم الرابع هو خبر حكم الساحه لهذا الموضوع انه نرجع شوف الحاله، ممكن ما فيها كان في تسرع بالنسبه له، ونحن قرر رئيس النادي وقررنا انه نحن مباراة تانية على التوالي انه يكون في ظلم بالنسبة لنا، نحن ما يعني هذا يعني ما عم نلعب بيئة كرة قدم صحيحة يعني، هذا الشيء اللي خلانا بصراحة وترنا يعني ما عاد احسن نرجع على الملعب او اللاعبين يعني طلعوا عن اطارهم، حاولنا نحن بهذا الموضوع بس ما احسننا، لنشوف هلا اتحاد كرة القدم شو بده ياخذ قرار، بس الظلم ما بيصير يعني، الظلم بكرة القدم ما بيصير يعني، انت فريق عم تلعب وعم تأدي وعم تشكل بشكل جيد، تجي كرة واحدة ممكن انت يصل فريق ممكن ثاني كرة بيصل لداخل منطقة الجزاء تصفر ضربة جزاء علينا وكنا ممكن نخسر المباراة، لا نحن لازم يكون في بلجنة الحكام يكون في عمل أفضل من هيك، نحترم كل الحكام، نحترم بلدنا، بس البيئة بكرة القدم بالوقت الحالي غير مناسبة بصراحة للعمل يعني. طيب إذا بدنا يعني نخرج عن العاطفة شوي، حتى لو ضربة الجزاء كان فيها ظلم، نحن اليوم إذا تنفذت ركلة الجزاء في احتمال تتسجل في احتمال لا، كان أفضل أو هلأ الانسحاب والعقوبات اللي ممكن تترتب على الفريق؟ نحن أكيد ما بنتمنى يعني يصير في عقوبات علينا، بس كمان في رأي عام، في 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 جمهور، في رئيس نادي، ما يعني في رئيس نادي دافع مليارات مشان يجي يخسر مباراة على أرضه يعني، عرفتي، نحن أكيد مع الأنظمة والقوانين، بس وقت يكون في ظلم لا، نحن كمان عندنا حق لأنه المباراة الثانية على التوالي يعني المباراة الماضية وحتى مباراة اليوم معناتها صار في شيء غير طبيعي، هذا الشيء اللي خلى الأمور تتوتر، على كل حال إن شاء الله بيلتقى حل بيرضي الطرفين وما بيصير في مشاكل يعني اليوم فينا نقول ممكن ننطر إنه يتخذ الأمر بروح القانون وليس فقط القانون احتساب ركلة الجزاء وانسحاب لا كان في خلفيات لهذا الموضوع. أول شيء نحن لازم يكون في عندنا فار بسوريا، لازم يكون في فار حتى تساعدي ما يصير في اخطاء تحكيميه، اكيد نحن ما عم نتهم الحكام انه هذا منباع او منشره لاحد الاشخاص، لا ممكن اخطاء بشريه بس في تسرع بالاخطاء البشريه، يعني هن عملوا الفار باوروبا مشان يرجع الواحد يشوف يتدارك اخطائه، نحن بنتمنى تكون الامور جيده بكره القدم السوريه، بتمنى ما يصير في شيء يعني لا نحن ننظلم ولا اي فريق ينظلم، لانه عم نلعب ببيئه كره قدم غير جيده بالوقت الحالي يعني. ما بنعرف، انا المهم ما اكمل المباراه، الكرامه ما رضى يكمل المباراه وسحب اللاعبين واخذ الوقت القانوني اللي هو 15 دقيقه بعد ان تم انهاء المباراه من الحكم. يعني اليوم شو تسجل بالتقرير؟ ما في شيء، هذا القرار لاتحاد كره القدم. يعني تسجل انه صار في انسحاب خالص الكرامه الوقت القانوني بس هذا. طيب الحكم الرابع كان عم يقول انه ما في احتساب ركله جزاء، هذا الشيء بيتحد يعني بينكتب بالتقرير؟ حكم مين اللي حكى هالحكم؟